حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة تتراء. ومن خلال هذه العدسة اللي نسلط فيها الضوء على جميع الأنشطة والفعاليات المقامة داخل دولة الكويت، منها التربوية والثقافية والاجتماعية وأيضا الدينية. فحياكم الله في حلقة اليوم وفعاليات اليوم، فأهلا وسهلا فيكم ونتمنى لكم متابعة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، حياكم الله أخواني أخواتي في هذا البرنامج الذي أتكلم في هذه الحلقات عن الحياة الزوجية في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه ممكن الآية نحطها كعنوان عريض في حياتنا الزوجية، وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، فيجب على المسلم أن يعاشر وأن يعيش مع زوجته بالمعروف. ما يجوز أن يكون في الحياة الزوجية عناد وسب وشتم وحقد وتباغض وتدابر، هذا ما يجوز، ما يجوز مع أي مسلم، وبالأخص الزوجة والزوج. لابد أن تكون العشرة بالمعروف. طيب، هذه العشرة بالمعروف فقط من جانب الزوج؟ لا، كذلك من جانب الزوجة، من الجانبين لابد أن تكون يعني حياة الزوجة مع زوجها بالمعروف. وكما الرجل مطالب بأمور، كذلك المرأة مطالبة بأمور، إن شاء الله نذكرها بإذن الله. طيب، كيف نحقق هذه القضية أو هذه الآية العشرة بالمعروف؟ ممكن نطبق هذه الأمور عن طريق عدة أشياء. الأمر الأول، أن نخفف على الزوجة من الأعباء المنزلية، لا نثقل على الزوجة. يجب أن يكون الرجل رحيما بزوجته، لا يجوز له أن يعنفها، لا يجوز للرجل أن يتسخط هذه المرأة. هذا أمر مهم في الحياة الزوجية. وكذلك من الجهة المقابلة، لا يجوز للمرأة أن تثقل على الزوج بالطلبات. يعني خل نصير واقعيين. بالنسبة مثلا الرجل يطلب من المرأة أنها تدرس الأولاد، يطلب من المرأة أنها تطبخ وتغسل وكذلك تقوم ببعض أعماله، يعني هذا شيء خارج عن طاقة المرأة. يريد منها أن تكون زوجة، وتكون أما، وأن تكون خادمة، وأن تكون كل شيء، وهو غير معذور. يعني أحيانا نعم، قد يكون الإنسان محتاجا لبعض الوقت. شلون يعني؟ يمكن يكون هذا الرجل مريضا، يمكن يكون الزوج فيه مرض، نايم بالمستشفى يمكن 10 أيام 20 يوم. ففي هذه الفترة الزوجة يمكن راح تقوم بالغسل والكنس والتدريس وتوصيل الأولاد. طيب، يتعاونان مثل ما ذكرنا في حلقة سابقة، يكون في تعاون على طاعة الله، وهذا طبعا من الطاعة أن الإنسان يقوم بحاجيات البيت. طيب، وكذلك العكس، يمكن الزوجة تطالب الزوج بأمور فوق طاقته، أقصد المادية. يعني يكون الزوج عنده راتب محدد وعنده التزامات، فتطالب الزوجة بأكثر من طاقته. لا، نقول لا، لابد أن تكون العشرة بالمعروف. يعني رب العالمين ما حدد لنا مبلغ معين أن تكون العشرة مثلا ب500 دينار ولا ب300 دينار ولا ب2000 دينار، ما حددها رب العالمين. ليش؟ الناس تختلف، كل واحد على حسب البلد اللي يعيش فيه، على حسب وظيفته، على حسب عدد الأولاد، على حسب التزاماته. فرب العالمين حددها عرفا. وعاشروهن بالمعروف، شنو الأشياء الأساسية التي تقوم عليها الحياة الزوجية؟ هذا الذي يجب أن تقبل به المرأة. ما يجوز أنها تطالب الرجل بأكثر من طاقته وأكثر من المعروف. طيب، فنقول للمرأة أن ما تثقلين على الزوج، ولا بأس وجميل جدا أنها تساعد هذا الزوج.
شلون يعني يساعده؟ يعني في الحياة، يعني احنا اليوم حياتنا الأجارات، وقد يكون الإنسان يدفع تكاليف المدارس، تكاليف السيارة والأقساط وغيره من الأمور. طيب جميل جدا أن المرأة تساعد هذا الزوج، هذا يكون من العشرة بالمعروف. كذلك من العشرة بالمعروف أمر مهم جدا، الدعاء. أخواني أخواتي، أحيانا الواحد ينسى الأمور الربانية هذه، أو يعني يغفل عنها بسبب زحمة الحياة. فاحرص على الدعاء لزوجك. أنا في سجودي في صلاتي، اللهم اغفر لزوجتي، اللهم سدد خطاها، اللهم حببها إلي وحببني إليها. هذا دعاء جميل. وكذلك المرأة أنها تدعو للزوج، اللهم اغفر لزوجي، اللهم ارحم، اللهم عينه على طاعتك. أمر مهم جدا أن الإنسان يدعو لزوجته، وكذلك المرأة تدعو لزوجها. هذا يعتبر من العشرة بالمعروف. كذلك من العشرة بالمعروف التهادي. ما أجمل الهدية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. شنو معناته؟ يعني الهدية تجلب المحبة. طبعا في ناس على طول أول ما نذكر الهدية شنو يجي على باله؟ يجي على باله هدية سعرها مثلا 200، 300، 1000، 2000، هدية يمكن تصير سيارة، بيت، ولا تليفون غالي. لا، قد تكون الهدية بدينار، قد تكون الهدية يمكن وجبة من الطعام، قد تكون الهدية قلم، خاتم، قد تكون الهدية كتاب. يعني استطر بس بالنقطة هذه، لابد أن تكون ذكيا في اختيار الهدية، وكأنت كذلك لابد أن تكوني ذكية في اختيار الهدية. يعني شلون؟ يمكن أنا زوجتي تحب القراءة والاطلاع على الأمور الصحية، تحب تعرف شنو هي الأغذية الصحية والأطعمة والسكر والكربوهيدرات والأشياء هذه. فمن أكثر الأشياء سعادة أن يكون عندها كتاب في التغذية، أشتري لها هدية وغلفة، كتاب كتابين في التغذية وأعطيها. أنا زوجي يمكن يحب، نقول حق المرأة، يمكن زوجك يحب مثلا الصيد، صيد السمك، يمكن تشتري لها هدية يمكن سعرها مثلا 5 دنانير، 10 دنانير، شيء له علاقة بصيد السمك. طيب المهم أنه يكون عندنا مبدأ الهدية. ما نبي نربط إحنا الهدية فقط بمواسم، هدية بس تكون مرتبطة مثلا بعيد الفطر ولا بعيد الأضحى. لا، خسر هدية من غير وقت. هدية ممكن تصير والله بالأسبوع مرة، بالشهر مرة، من غير وقت، لكن أن يكون في مبدأ الهدية بين الزوجين. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحاب. كذلك من الأمور اللي تندرج تحت اللي هو المعاشرة بالمعروف، تكون ملاطفة. شلون؟ يعني لا يصير فقط الحياة الزوجية ها شلونكم، شنو تحتاجون، تبون أغراض من الجمعية، العيال درسوا ما درسوا، في موعد الطبيب أخذيتوا الدواء، والزوجة ها جبت كذا، شريت كذا، شفت صلحت الكهرباء، صلحت الكبت، صلحت الطاولة. يعني فقط الأمور هذه لا بد أن يكون في ملاطفة. شلون يعني ملاطفة؟ يكون في سمر. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه شو معنات السمر مع الزوجة؟ اللي هو الحديث بعد العشاء، يعني خلينا نقول إحنا بلهجتنا سوالف، يكون سوالف يكون فيها ابتسامة. طبعاً ما يجوز يكون فيها غيبة، لكن يكون فيها ابتسامة. واحد مثلاً يسولف حق زوجته أيام المدرسة في السابق، ولا أمور ظريفة صارت في العمل. ما نبي إحنا كذلك تكون سوالف فيها يعني شد، والله المسؤول سوى، ولا زميل في العمل، زميلتي في العمل، ويكون فيها وخروا هذه الأمور، أبعدوا هذه الأمور، خلي يكون في أمور فيها ملاطفة. والله صار موقف مضحك، موقف غريب، موقف مخجل، كذا كذا. طيب ليش؟ عشان يكون في تحبيب بين الطرفين. فهذه من الأمور التي تندرج تحت العشرة بالمعروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العشرة بالمعروف، ونراكم في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد، لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.